جزاكم الله خيرا، ما حكم الصلاة المكتوبة بدون أذان لضيق الوقت أو لأي سبب آخر؟ الأذان مشروع وهو مستحب للمصلين، لكن لا بد أن يقوم به من يكفي، لأنه من فروض الكفايات. فإذا أذن في البلد في بعض المساجد فإن الأذان في بقية المساجد يكون مستحبا، أما لو تركه أهل المساجد كلهم فإنهم يكونون تاركين لواجب، يأثمون بتركه. وكذلك بالنسبة للواحد الذي يصلي وحده أو للمسافرين يشرع لهم الأذان والإقامة، ويرى بعض العلماء وجوب ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم لأمكم أكبركم، والأمر للوجوب. فعلى كل حال الأذان مشروع للأفراد وللجماعة وفي الحضر وفي السفر، لكن تارة يكون واجب كفاية وتارة يكون مستحبا. لكن لو صلى بدون أذان ولا إقامة فالصلاة صحيحة إذا توفرت شروطها وأركانها وواجباتها، لأن الأذان ليس من شروط الصلاة، لأنه إعلام بدخول الوقت، والإقامة إعلام بقيام الصلاة القيام للصلاة، فليس من شروطها، وإنما هما مشروعان مستقلان. نعم.